اهلا بكم، انا عايزك تعرف ايه هي اقسام الرؤى عشان لما تشوف حلم في منامك تقدر تفرق هل اللي انت شفته ده رؤية من ربنا سبحانه وتعالى ولا حزم من الشيطان ولا حديث من النفس. اول حاجة عايزك تركز معايا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤى ثلاث اصناف: رؤية من الله عز وجل، وحزم من الشيطان، وما يحدث به الانسان نفسه في يقظته فيراه في نومه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا، صلى على النبي عشان اشرح لك الكلام ده، قال اكرم ما يراه الإنسان في نومه أن يرى ربه أو نبيه أو أبويه المسلمين. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: وهل يرى الإنسان ربه يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم السلطان. طبعا رؤية الله عز وجل ورؤية الباري ده أنا هشرحها لكم بالتفصيل، لأن العلماء ذكروا أقوال لا تعد ولا تحصى في الشيء ده، فعايزك بس تركز معايا في أقسام الرؤى، وعايزك تركز معايا ايه هو افضل شيء بتشوفه زي ما ذكرت لك. اول حاجه يا اخي الكريم، الرؤيا بشاره من الله. فمثلا لو انت نايم وشفت ان ربنا سبحانه وتعالى اكرمك بلبس خاتم في يدك، ديت بشاره من ربنا سبحانه وتعالى ترمز للزواج. لو شفت مثلا انك انت ماشي في ارض خضراء، فديت تدل على ان دنيا مقبله من الله عز وجل عليك، اعرف ان ديت كلها بشاره طيبه من الله عز وجل ليك بالخير. طيب اذا ايه الحزم بتاع الشيطان ده؟ انك انت تشوف نفسك بتقع من مكان عالي، او انك انت تشوف ان في اشجار طالعه في السماء. هل يعقل ان في اشجار تنبت في السماء؟ او انك انت تشوف انك ماشي في وسط نار والنار عماله تتحدث حواليك، او ان في بيت مولع وانت وسط البيت ومش قادر تخرج. كل ده حزم من الشيطان. طيب ايه هو بقى حديث النفس؟ حديث النفس عايزك تركز معايا، هي عباره عن رؤيا انت بتنسجها في الخيال، تمام؟ بمعنى انك انت وانت عايش في اليوم الطبيعي بتاعك عادي خالص، بتفكر مثلا ان عندك اختبار بكره، فتيجي تنام تشوف في منامك انك انت رحت الاختبار وللاسف الشديد ما حلتش في الاختبار ولا كلمه، او انك انت بتحب واحده معينه، ودي اكثر ما يراه الانسان في نومه، بيحب واحده معينه او بيحاول ان هو يتقرب لواحده معينه وكل شويه تجيله في المنام، ده طبعا ما يحدثه الانسان بنفسه في يقظته فيراه في نومه. فكل هذه الرؤى لا تفسر الا شيء واحد بس اللي تقوم مستبشر منه، واللي تقوم عندك انشراح في النفس كده وسع في الصدر واي مبتسم، وما تحاولش انك انت تقصها غير على عالم ناصح زي ما نصحتك وزي ما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم. لو عجبك المقطع ده يا اخي الكريم، حاول انك انت تدوس لايك وتضغط سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك تفسير الاحلام، وان شاء الرحمن هتجد في هذه القناه كل ما يخص تفسير الاحلام. فما تنساش تدوس سبسكرايب وتفعل الجرس. ليك اطيب تحيات، انا اخوك يوسف احمد.